اشتقاق لمواد المسدسية، واخذنا الاشتقاق الضمني، واخذنا اشتقاق اللوغاريتم كمان. اليوم ان شاء الله ناخذ السكند ديريفاتيف اللي هي المشتقة الثانية. راح ناخذ السكند ديريفاتيف على مرحلتين في المحاضرة هذه. راح ناخذ المشتقة الثانية لما يكون في عندي اكسبوننشال او كوزاين او ساين، او يكون عندي فيها لين، او يكون مثلا كثير حدود حاصل ضرب اقترانين، او يكون عندي اقتران نسبي، او اقتران يكون في عندي لين مع حاصل ضرب اقترانين، او ساين او كوزاين مع حاصل ضرب اقترانين، او لين يكون في مجموع اقترانين. في المحاضرة الثانية اللي هي حتكون الجزء الثاني من السكند ديريفاتيف اللي هي الاشتقاق الضمني، المشتقة الثانية باستخدام الاشتقاق الضمني. ان شاء الله ربنا يسهل. ثاني اليوم اخذنا سابقا المشتقة الاولى، حكينا المشتقة الاولى بيكون رمزها كالتالي، اخذنا لو كانت عندي اف اكس، فالمشتقة الاولى لإلها حيكون اف داش اكس، اللي هي هذه عبارة عن المشتقة الثالثة الاولى. لو انا بدي اشتقها كمان مرة بتصير اف دبل داش، يعني اثنين شرطتين هي هذه لمين لا اكس، يعني هذه المشتقة الثانية لاف اكس. لو بدي اشتق المشتقة الثالثة اف دبل تربل داش للاكس، لما هي رمز المشتقة الثانية وهي رمز المشتقة الثالثة. طب لو كانت عندي انا كاتب لي الدالة هي عبارة عن واي تساوي مثلا اكس تربيع زائد واحد، المشتقة الأولى لواي كان رمزها بالشكل هذا واي داش. لو انا بدي اشتقها كمان مرة بدنا نصير واي دبل داش، إذا رمز المشتقة الثانية يكون إما بالشكل هذا اف دبل داش للاكس أو دبل داش للواي، إذا هذه دبل داش للواي يعني المشتقة الثانية للواي، لو اقتران الواي بمعرفة هي اكس تربيع زائد واحد، أو المشتقة الثانية لأف الإكس اللي هي معرفة بتساوي كوزاين الإكس. إن شاء الله تكون وضحت صيغة السؤال لما بيجي، إما بيطلب منك فاين سكن ديريفاتيف، أو بيجي بيقول لك فاين أف داش إن أف دبل داش. على طول لما يطلب مني اف داش ان اف دبل داش، يعني معناته طالب المشتقه الاولى وطالب المشتقه الثانيه، او ممكن يطلب مني فاين واي دبل داش، فبعرف انه هو طالب المشتقه الثانيه. مستحيل انا اوجد المشتقه الثانيه بدون ما انا اوجد المشتقه الاولى لواي. دائما لو هو طلب مني على طول اف دبل داش زي هيك فاين اف دبل داش، أنا بالأول لازم أجيب المشتقة الأولى لأخذ الإكس وبعدين أجيب المشتقة الثانية. خلينا ناخذ أول سؤال، وطبعاً الاشتقاق هو نفس عملية المشتقات السابقة كلها، رح نستخدم نفس القوانين، يعني قانون الجذر إيش مشتقه لو أنا واجه الجذر؟ واحد على اثنين الجذر كما هو المشتقة لما داخل الجذر. فقبل ما نحضر المحاضرة هذه لازم نكون حاضرين كل المحاضرات السابقة. رح أحط رابط القناة ومحاضرات الاشتقاق السابقة كالعادة أسفل الفيديو. خلينا عادة يعطيني السؤال الأول، اف الإكس هي عبارة عن اكسبوننشال للإكس، طالب مني فاين اف دبل داش للإكس. بالأول لازم أجيب اف داش للإكس. شو المشتقة للإكسبوننشال؟ أخذنا مشتقة الإكسبوننشال هي نفسها كلها كما هي إي أس إكس في مشتقة الأس. شو مشتقة الاكس؟ واحد. إذا مشتقة اي اس الاكس هي اي اس اكس في واحد، يعني هي نفسها اي اس الاكس. طيب هذا مين المشتقة الأولى؟ طب أنا بدي مين المشتقة الثانية؟ هاي المشتقة الأولى أشتقها اف الاكس، يعني بدي أشتقها، يعني بدي أشتقها هو نفس الاقتران. شو مشتقة اي اس الاكس؟ هي نفسها ومشتقة الاكس واحد، يعني اي اس الاكس. يعني هي اس الاكس لو بدي اشتقها مره او مرتين او ثلاثه او اربعه او عشره رح يعطيني نفس الاشتقاق، يعني هي نفسها مشتقه الاكس واحد. طيب نيجي لو انا عندي اف الاكس هي عباره عن اكس مرفوع على اس ثلاثه ناقص اي اس اثنين الاكس. قبل ما اشتقها خليني احكي الملاحظه اللي حكيتها. حكينا لو كانت عندي انا اف الاكس هي عباره عن اكس بوتنشال للاكس، المشتقة الأولى إلها هي نفسها إي أس الإكس، المشتقة الثانية هي نفسها إي أس الإكس.
رح يعطيني هي الاسيليكس. لو بدي اشتقها للمرة المية هي اسيليكس رح يعطيني هي نفسها اي اسيليكس. طيب نيجي لو انا عندي الدالة معرفني اياها هي اكس تكعيب ناقص اي ستين الاكس. عشان اجيب المشتقة الثانية بالاول انا لازم اجيب المشتقة الاولى. المشتقة الاولى شو مشتقة الاكس تكعيب؟ ثلاثة اكس تربيع ناقص كما هي. ايش مشتقة الاكسبوننشال؟ هو كما هو. شو مشتقة الاس؟ شو مشتقة الاس اللي عندي؟ نحكي لها الاكسبوننشال شو قانونه؟ مشتقة كما هو بنزل كما هو في مشتقة الاس. شو مشتقة 2 اكس؟ 2. فصارت هذه هي عبارة عن، خلينا نكتبها هنا، صارت يعني صارت المشتقة الاولى هي عبارة عن 3 اكس تربيع ناقص 2 اي اس 2 الاس. ضربت الاثنين خليت ايش هي بالمعادله؟ هي هيك صح بعدين كترتيب يعني. هذه هي المشتقه الاولى. طب لو انا بدي اشتقها المشتقه الثانيه هي نفسها المشتقه الاولى بعتبرها كانها اقتران جديد وبدي اروح اشتق. شو مشتقه 3 اكس تربيع؟ 3 مش 2 بتنزل 3 8 ناقص 6 اكس اس 1 ناقص 2 هي كما هي تعتبر كانها معامل. اي اس 2 الاكس ايش مشتقتها؟ هي اي اس 2 الاكس في مشتقه مين؟ في مشتقه الاس. شو مشتقه 2 الاكس؟ اللي هي عباره عن 2. فهيصير عندي في النهايه هيصير عندي 6 اكس ناقص 2 في 2 راح يعطيني 4 اي اس 2 الاكس. اذا المشتقه الثانيه ايضا المشتقة الثانية عندنا لأخر إكس اللي هي إكس تكعيب ناقص إي أس 2 إكس هي عبارة عن مين؟ 6 إكس ناقص 4 إي أس 2 إكس. إذا أول خطوة عشان أجيب المشتقة الثانية لأوجد المشتقة الثانية لأي سؤال معتني إياه لازم أوجد المشتقة الأولى هينا. هذه هي عبارة عن المشتقة الأولى. بعد ما أجيب المشتقة الأولى بأبسط صورة لإلها بدي أعتبرها كأنها اقتران جديد واشتقها ايش؟ مرة ثانية. خلينا نشوف الكاميرا بتصور ولا لا. الحمد لله بتصور. طيب خلينا ناخذ كمان سؤال بس امسح حالي. معطيني الدالة هي عبارة عن اي اس اكس تربيع يعني اكسبوننشال مرفوع لاكس تربيع ناقص اكس تربيع. شو مشتقتها اللي هو مين؟ المشتقة الثانية. عشان اجيب المشتقة الثانية حكينا لازم اجيب المشتقة الأولى. شو المشتقة الأولى لاي اس اكس تربيع؟ هي نفسها حكينا فمشتقة الأس. شو مشتقة اكس تربيع؟ 2 اكس ناقص شو مشتقة الاكس تربيع؟ 2 اكس. بعد ما انا جبتها خليني ارتبها بالاول اني اضرب ب 2 اكس اخليها ايش؟ معامل الاكس بنشر. يعني هذه هي نفسها مشتقه الاولى بس بدي ارتبها. هي صارت 2 اكس اي اكس تربيع ناقص 2 اكس. طيب عشان انا اجي اشتقها اي هذه وصلت لمين انا؟ هذه هي المشتقه الاولى. حكينا بعد ما انا اصل المشتقه الاولى بابسط صوره لها بعد ما ارتب المعاملات اضربها بالاول وارتب اذا في عندي حدود مضروبه اضربها مع بعض عشان يصير عندي سهل المشتقه الثانيه. طيب هذه هي عباره عن المشتقه الاولى. عشان اشتق مره ثانيه بدي اعتبرها كانها قدران جديد واجي اشتق. طيب بطلع هنا بلاقي هذا عباره عن مين؟ حاصل ضرب اقترانين صح؟ انه 2 الاكس هي الاقتران الاول لانه هذا ضرب مضروبه في الاكسبوننشال اي اس اكس تربيع ناقص 2 اكس. هذا ايش؟ اقتران خارج لوحده يعني مرة حصل ضرب اقترانين. فهذا عشان انا اشتقه وحصل ضرب اقترانين لازم اعرف انه هذا هو الاقتران الاول احدده على سبيل المثال وهذا الاقتران الثاني. اذا ما حدد معنى محاضره حصل ضرب اقترانين احنا بالعاده بنحدد هذا الاقتران الاول وهذا الاقتران مين؟ الثاني. شو كانت مشتقة حصل ضرب اقترانين؟ الاول في مشتقة الثاني ناقص الثاني ناقص ولا زائد؟ زائد الثاني في مشتقة الاول. اذا كانت الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول. خلينا نحط في الديفينيشن
الفصل هي عبارة عن إيش؟ هذه أشقاق جزئية كل واحدة جديدة عبارة عن حاصل ضرب الثاني. القاعدة بتحكي لأن الأول كما هو الأمر، الأول بتذكر كما هو مين الأول؟ اثنين إكس. مضروب في مين؟ مشتقة الثاني، وين الثاني؟ هاي المقولة الثاني شو أنت مين؟ هو عبارة عن إي أس إكس تربيع، شو مشتقته؟ هي نفسها إي أس إكس تربيع، ومشتقة الأس تبعها اثنين إكس. إذا هذه مين؟ الجزئية الأولى زائد هي الثاني كما هو، وين الثاني؟ هي إي أس إكس تربيع. في مين؟ في مشتقة الأول، شو مشتقة الثاني إكس؟ اثنين. هذا عبارة عن مين؟ حاصل ضرب الاقترانين الأول والثاني، ما قصة إلى هذه الكمالية. اثنين إكس شو مشتقتها؟ اثنين. وبعد هيك إذا بدي أرتب الحدود برتبها. خلينا أنزل السؤال هذا شوية لتحت وبرتبه. إذا المشتقة الثانية هي عبارة عن اشتقاق عادي، ولكن من أول أنا بدي أشتق، أجيب المشتقة الأولى وأعتبرها اقتراح كبير وبعد كده أشتق. إذا هاي أنا بدي أرتبها عبارة عن 2 إكس مضروبة في إي أس إكس تربيع، عفوا 2 إكس فيها مضروبة في 2 إكس، فبدها تصير بحاول أنا أجمع هدول لواحد منهم وهدول لواحد بينهم جانب. فاثنين اكس في اثنين اكس راح يعطيني اربعة اكس تربيع. مضروب في مين؟ في اي اس الاكس تربيع. زائد اثنين مضروبة في الاكسبوننشال. اثنين اي اس الاكس تربيع ناقص اثنين. هذه عبارة عن مين؟ المشتقة الثانية لمين؟ السؤال كلمة من هي طيب. طيب. خلينا نجيب بعد بيت طالب مني انت معطيني اف الاكس هي عبارة عن كوزين الاكس. شو مشتقة الكوزاين؟ أخذنا المشتقة الأولى للدالة هي عبارة عن كوزاين مشتقتها سالب ساين الإكس في مشتقة الزاوية، شو مشتقة الإكس؟ واحد ما بيفوتش. طيب هيدي أنا جبت المشتقة الأولى، شو المشتقة الثانية؟ مش رح أعتبرها اقتران جديد، بجي بتحت المشتقة الأولى أشتقها كمان مرة رح يعطيني المشتقة الثانية هي السالب كما هو. شو مشتقة الساين؟ كوزاين الاكس في مين؟ مشتقة الزاوية الاكس واحد حمر بيت. واضح؟ إذا بحول دائما بجيب المشتقة الأولى بعدين بجيب المشتقة الثانية. روح لو كان في عندي سؤال حاصل ضرب اقتراني، رجعنا كمان هنا مرة في عندي حاصل ضرب اقتراني. اللي هي عبارة عن مين؟ اكس أس 4 مضروبة في الاكسبوننشال للاكس. حكينا دائما لما يكون عندي حاصل ضرب اقترانين على طول بدي احدد الاقتران الاول واحدد الاقتران الثاني واكتب قانون حاصل ضرب اقترانين عندي. هي الاول ومشتقة الثاني زائد الثاني ومشتقة مين؟ الاول. وبعد هيك امشي على القاعدة. بدي انا اجيب مين لسه؟ المشتقة الاولى. بجيب اقول المشتقة الاولى لحصل ضرب اقتراني بتحكي لي الاول كما هو، من الاول اكس اس 4 مضروب في مين؟ في مشتقة الثاني، شو مشتقة الاكسبوننشال؟ هي نفسها. زائد هذا من القانون، الثاني كما هو اي اس الاكس في مشتقة الاول، شو مشتقة اكس اس 4؟ 4 اكس تكعيب. هيك خلصنا مين؟ المشتقة الاولى. قبل ما اروح اشتقها أو ممكن أنا أخليها بالشكل هذا عشان أجي أشتقها مرة ثانية. هيا أف دبل داش للإكس بطلع عليها شوف ألاقيها أنا بلاقيها أصلا الجزئية الأولى صارت حاصل ضرب اقترانين والجزئية الثانية برضه هي عبارة عن حاصل ضرب اقترانين. يعني بدي أعتبر هذا الأول وهذا الثاني وهذا بدي أعتبره الأول وهذا الثاني، يعني هذا حاصل ضرب اقترانين لحال أشتقه وهذا كمان حصل ضرب اقترانين لحاله راح اشتغل وبينهم بشرط مين؟ جمع. نيجي نشتغل، اعتبر هذا الاول واعتبر هذا الثاني. اكس اس 4 في اي اس الاكس ايش مشتقتها حسب قانون حصل ضرب اقترانين الاول كما هو؟ في مشتقة الثاني اللي هي نفس اي اس الاكس مشتقتها نفسها زائد الثاني حسب القانون بيقول لي الثاني كما هو اي اس الاكس ومشتقة الأول إكس أس 4. خلصنا مين؟ الجزئية الأولى اللي هي
ان ادي اشرب الجزئيه التانية. هذه الجزئيه اللي عندي هيك اللي ادي اشطبها انا. بطلع عليها شو بلاقيها؟ حاسه الضرب اقترنت. شو مشتقه الفيروس الاكس؟ عفوا حسب القانون بحكي اول كما هو هيها كما هي بتنزل فيروس الاكس، لاني انا عفوا فيروس الاكس هي مين؟ الاقتران الاول. الاقتران الثاني هو 4 اكس تكعيب. شو مشتقه الاقتران الثاني؟ 4 اكس تكعيب مشتقتها 12 اكس تربيع. من وين اخذت 12 اكس تربيع؟ الثلاثة نزلت ضربتها في الأربعة صارت 12، 3 في 4 12 في اكس اس تربيع زائد هي من القانون الثاني كما هو هيو ينزل 4 اكس تكعيب في مشتقة الأول اي اس الاكس هي نفسها اي اس الاكس. وهيك بنكون خلصنا وجبنا المشتقة الثانية لمين؟ ضرب اقتران اللي بيعطيني اياها حاصل ضرب اقترانين. يعني كل ما الاقي حصل ضرب اقترانين ويجي موعد اشتقاق بدي اشتق. نروح لمين؟ لسؤال رقم 6. السؤال رقم 6 هي عباره عن الاقتران اللي بيعطيني اياه عباره عن الاقتران النسبي. الاقتران النسبي شو كان قانونه؟ هذا اسمه كنا نحكي مقام وهي البسط. قانون الاقتران النسبي اول حاجه المقام تربيع، بعدين عند المقام في مشتقه البسط صح؟ ناقص البسط في مشتقة المقام. صح ولا لا؟ حكيت نعيد تاني. مشتقة الاقتران النسبي اللي ما أخذ المحاضرة أخذنا أكثر من محاضرة عن مشتقة الاقتران النسبي. كان عندي المقام تربيع محدد المقام البسط طبعا معروف. فالقانون بيحكي لي إنه أجي أشتق أحط أول حاجة مقام تربيع بعدين المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام. نيجي نشتق أول حاجة بنجيب المشتقة الأولى. ممكن تعملوا حسابكم انه بعد المشتقة الأولى بدي أشتق مرة ثانية، يعني حيكون في عندي كمان مرة اقتران نسبي وممكن يكون حصل ضرب اقترانين جوا الاقتران النسبي. واضح؟ أول حاجة بدي أحط المقام تربيع، عندي إكس تربيع هي المقام. القانون بيقول لي حط المقام نفسه تربيع، يعني هذا هيك كله تربيع. لأنه هذا اسمه مقام وهذا البسط. أنا شو بتكلم؟ ايه بتصور؟ طيب اذا حكينا هذا المقام وهي البسط، فالقانون بيقول لي المقام كما هو تربيع. بعد هيك المقام هيو كما هو حطه في مشتقة البسط. شو مشتقة البسط؟ شو مشتقة الاكسبوننشال؟ هي نفسها في مشتقة الاس واحد فما بكتبه. ناقص البسط بيقول لي كما هو هيو في مشتقة المقام. شو مشتقة الاكس تربيع؟ 2 اكس. إذا هاي وصلت لمين؟ هذه المشتقة الأولى. إذا صارت عندي المشتقة الأولى خلينا نكتب المشتقة الأولى نبسطها. مالو؟ ما بعرف ليش الكاميرا قاعدة تتكلم. أصل هي كل ما تعمل تك يعني عينها بتضرب. بس الصوت كان من طيب. خليني بس ابسطها بعدين اشتقها. اذا انا وصلت هنا للمشتقه الاولى. بعد هيك هو السؤال طلب مين؟ طلب المشتقه الثانيه. عشان اشتق مره ثانيه يعني بدي اشتق هذه كلياتها، مقدارها بتكون انا بدي ارجع اشتقه مره ثانيه. بطلع عليها بلاقيه هو عباره عن اقتران نسبي. بس خلينا ايش؟ يعني نجمع مش نجمع نخلي شكلها لطيف شوي. في داخل الاقتران النسبي الجزئيه اللي في البسط الجزئيه الاولى عباره عن حاصل ضرب اقترانين، والجزئيه الثانيه برضه عباره عن حاصل ضرب اقترانين. يعني هستخدم اكثر من قانون الاشتقاق. بس خلينا بالاول البسط. فصارت عندي هي اف داش من اكس انها تساوي اكس تربيع اي اس الاكس ناقص 2 اكس اي اس الاكس على اكس اس 4. هذه مين؟ هذه المشتقه الاولى. بدي اخذ هذه هيك على جهه واروح اشتقها مره ثانيه عشان يطلع معي المشتقه الثانيه. خليني امسح الجهه هذه ونكتبها. هاي متاكد انه المشتقه الاولى هي عباره عن المقام
ناقص أس 4 البسط X تربيع E أس X ناقص 2 X E أس X صح؟ لأن أنا أحياناً باقي الأرقام بعد هاي هذا مين؟ أوجدت المشتقة الأولى أنا شو بدي؟ هي المشتقة الثانية للإكس صح؟ شو قانون المشتقة الثانية عندي؟ بما إنه هو عبارة عن اقتران نسبي الاقتران النسبي بيقول لي المقام تربيع وين المقام؟ هاي المقام كله بداخل المقام الجديد إكس أس 4 بيقول لي رقم هيك بيعملوا تربيع بعد هيك القانون بيقول لي المقام لأنه هذا اقتران جديد المقام كما هو وين المقام؟ هاي إكس أس 4 في مين؟ خلينا بس ننزلها شوي عشان ما نفيش الأرقام ضد المقام داش الاكس هي عباره حكينا اول حاجه المشتقه لانه هذا اقتران نسبي مشتقه الاقتران النسبي اول حاجه المقام تربيع هي المقام كما هو بداخل هيك تربيع بعد كل المقام كما هو في مشتقه مين البسط كل هذا ايه يسمى بسط فبما اني في مشتقه هياخد ايش فرع قوي هذا هيك اسمه عنه المقام وهذا بسط هذا ليك كل ما يدرك على بعض بسط البسط عندي لو المشتقة الأولى هو عبارة عن اقترانين ما بينهم إشارة فرق الاقتران الأول عبارة عن حاصل ضرب اقترانين والاقتران الثاني حاصل ضرب اقترانين فدي المشتقة خطوة خطوة أنا مشتقة هذا بالأول شو مشتقة هذا؟ حاصل ضرب اقترانين أحدد الاقتران الأول وهي الاقتران الثاني طيب القانون لحصل ضرب اقتران بيقول لي الاول مشتقة الثاني زائد الثاني مشتقة الاول صح؟ وين الاول كم هو اكس تربيع في مشتقة الثاني اي اس الاكس شو مشتقتها هي نفسها زائد القانون الثاني كم هو عين في مشتقة الاول شو مشتقة اكس تربيع 2 اكس خلصت مين الجزئية كلها عين وبدي انزل الطرح كم هو هي أنا خلصت مين؟ المشتقة الأولى هي نزلتها هنا بعدين هي نزلت الطريق كما هو بدي أجيب مشتقة الجزئية الثانية الجزئية الثانية هي عبارة عن مين؟ حاصل ضرب اقترانين بدي أعتبر هذا هو عبارة عن الأول وأعتبر هذا عبارة عن مين؟ الاقتران الثاني مش تقول لي حاصل ضرب اقترانين الأول كما هو من الأول 2 إكس مضروب مشتقة الثاني مين مشتقة الثاني أس إكس شو مشتقتها هي نفسها إي أس إكس زائد من القانون الثاني بيقول لي كما هو إي أس إكس فمشتقة الأول شو مشتقة 2 إكس 2 هيك بكون أنا شقين دي هذا كله هيك مع بعض عبارة عن مين مشتقة البسط يعني هذا إيه مشتقة البسط طيب المقام مشتقة البسط ناقص خلينا امسك الجهة دي عشان نعمل مين بس من الاول اشوفها بتصور من لا ايه بتصور هذه كلها اللي احنا اوجدناها فقط لسه مشتقة البسط مطلوبة في المقام كما هو خليني امسح هان ونكملها قانون الاقتران النسبي للمقام في مشتقة البسط هي المقام كما هو هي المقام وهذه كلها اللي احنا وجدناها هيك هذه كلها مشتقة البسط القانون شو بيقول لي ناقص البسط كما هو حلو بدي اجيب وين البسط كل البسط هذا ايه بدي انزله هنا شو هو البسط اكس تربيع اي اس الاكس ناقص 2 اكس اي اس الاكس كما هو في مشتقة المقام هي المقام هذا على شكل في مشتقة المقام وين المقام؟ اكس اس 4 شو مشتقتها؟ هي 4 اكس تكعيب هيك بنكون خلصنا مين؟ الاشتقاق اللي هي هذه عبارة عن مين؟ حكينا هذا كله
انتقل لمقام الاستشفاء ورفعه سنين. طيب اذا هذه عباره عن حكينا هذه عباره عن المقام مشتقه البسط هي ناقص يعني انا ناقص ما حدش يساعد هيك ناقص فحيعطيني اثنين كما هي شو مشتقة الجذر
فكري خطأ عنها. أنا لما أنا اشتغلت أنا حطيت الورقة الكورت أنا جاي أشوفها مشتقة إكس تربيع 2 إكس مشتقة الواحد 0 يعني هاي بس بتكون بالشكل ده 2 إكس بس هاي المقام كم هو بعدين المقام مشتقة البسط ناقص البسط ناقص البسط أيوة كما هو ومشتقة المقام عندي 2 وصلت الجذر شو مشتقة الجذر 1 على 2 الجذر كما هو ومشتقة ما بداخل الجذر شو مشتقة ما بداخل الجذر حكينا اللي هي عبارة عن 2 إكس بعد كده بدي إيش أبسطها عندي 2 أنا بتروح مع 2 اللي تحت 2 إكس أضربها في 1 رح يعطيني 2 إكس مضروبة في 2 إكس رح يصير عندي 4 إكس تربيع واثنين في اثنين رح يعطيني 4. طيب خلينا نيجي نكتب التبسيط للمهام. أول حاجة لما بدي أربع المقام عندي 2 تربيع رح يعطيني 4. جذر التربيع لما بدي أربع رح يطيروا مع بعض هيطلع عندي إكس تربيع زائد 1. يعني هذا مضروبة في إكس تربيع زائد 1. وأخذناها في محاضرات سابقة كثير حكينا إنه الجذر التربيع لإكس لو أنا بدي أربعه راح يروح التربيع مع الجذر يضل عندي بس اكس دائما واضح ضل اكس ضل اكس دائما ضل اكس دائما صح. طيب اذا هاي رفعت المقام 2 رفعت اعطاني 4 جذر التربيع لاكس تربيع زائد 1 لما اربعها راح يعطيني فقط اكس تربيع زائد 1 عندنا بالبسط 2 اضربها ب 2 راح يعطيني 4 مضروبه في جذر اكس تربيع زائد 1 ناقص حكينا 2 اكس مضروبه في 2 اكس راح يعطيني 4 اكس في البسط على مين المقام جذر اكس زائد 1 جذر التربيع عفوا لاكس زائد 1 هيك بنكون وصلنا لنهايه المشتقه الثانيه للاقتران جذر التربيع يعني جذر التربيع لما انا اشتقته مره اولى حصلت على اقتران نسبي عشان اشتقته مره ثانيه بدي اعتمد مشتقه الاقتران النسبي واشتق تبع هذا. خلينا ناخذ السؤال اللي بعده اللي هو عباره عن حاصل ضرب اقترانين لداله مثلثيه ولا اكسبوننشال. ثالث ساين الاكس هو مشتقة الاكس واحد زائد القانون هذا بيجي
بتجيب ايه زائد الثاني عليهم كما هو الكوزاين الاكس في مشتقة الاول. شو مشتقة الاكسبوننشال؟ هي نفسها صح؟ هذا كله مين؟ هذا عبارة عن مشتقة الجزئية هذه. هذه انا لما اشتقت لها اعطتني هذا وهي الزائد كما هو بدين الجمع. اجي اشتق الجزئية هذه أي هذه فعملية عبارة حكينا عن مين؟ حاصل ضرب اقترانين. شو مشتقة المحاصل ضرب اقترانين؟ عند القانون بيقول الأول كم هو؟ ساين الإكس مشتقة مين الثاني؟ شو مشتقة الإكس من الشام؟ هي نفسها. زائد من القانون الثاني كما هو المنزل إيكس الإكس ومشتقة الأول شو مشتقة الساين؟ كوزاين الإكس. هذه مين؟ هذه هيك كلها عبارة عن مين؟ مشتقة الجزئية هذه. طيب واللي بشرط الجمع عرفوا كمان هي نزلت هذه عبارة عن مين؟ المشتقة الثانية. خلينا نجمع هلا نزيد تقريبا حدود راح تروح. عندي سالب بيصير عندي سالب ساين الاكس اي اس الاكس زائد هيدا زائد كوزاين الاكس اي اس الاكس. عند الجمع ساين الاكس اي اس الاكس جمع كوزاين الاكس اي اس الاكس. مين اللي ضمنهم مع بعض؟ في عندي سالب ساين الاكس اي اس الاكس هي نفسها موجب او بشاره مخالفه يعني ساين الاكس اي اس الاكس. فهذه مع هذه هيك حروفهم مع بعض على ضربه لانه يكون عندي نفس المقدارين واحد اشاره مخالفه يعني واحد موجب واحد سالب راح يعطيني صفر. اذا لما نحكي اكس بالسالب زائد اكس بالموجب شو راح يعطيني؟ زيرو. يكون عندي اكس تربيع بالموجب ناقص اكس تربيع راح يعطيني زيرو صح؟ لما يكون عندي ساين الاكس ناقص ساين الاكس راح يعطيني زيرو. هي نفسها لو كان سالب ساين الاكس بالاول زائد ساين الاكس راح يعطيني كمان مين؟ زيرو. لو كان عندي اي اس الاكس بالسالب زائد اي اس الاكس بالموجب راح يعطيني مين؟ زيرو. فانا عندي هيها ساين الاكس اي اس الاكس هيها نفسها ساين الاكس اي اس الاكس واحده موجبه وواحده سالبه نفس المقدار مع بعض هيك حيروحوا ويعطوني مين؟ صفر صح؟ مين حيبقى عندي؟ كوزاين اكس اي اس الاكس هي نفسها كوزاين اكس اي اس الاكس بالموجب. شو بده يصير عندي؟ يعني نفس المقدار موجود مرتين يعني بقدر اكتبه 2 كوزاين اكس اي اس الاكس. كيف عملناها هذه؟ مثلا لو كان انا عندي اكس زائد الاكس مش هي نفسها 2 اكس؟ لو كان اي اس الاكس زائد اي اس الاكس هي عباره عن 2 اي اس الاكس يعني اي اس الاكس مضاعف مرتين صح؟ لو كان مثلا عندي اكس تربيع زائد اكس تربيع هي هذه عباره عن 2 اكس تربيع. لو كان عندي انا كوزاين الاكس زائد كوزاين الاكس هذه عباره عن تساوي 2 كوزاين الاكس. فانا عندي المقدار هذا هيو هيك خليني اعمل باللون الازرق الاخضر هيو هذا المقدار هو نفس المقدار هذا اللي هي كوزاين اكس اي اس الاكس الإشارة موجبة يعني المقدار موجود ولكن مضاعف فبنكتبه 2 كوزاين الاكس اي اس الاكس. إن شاء الله يا رب تكون وضحت. خلينا ناخذ السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده برضه حاصل ضرب اقترانين ولكن واحدة في مملين والثانية كثير جدا. السؤال في الاكس بدها تساوي اكس تربيع مضروبه في الهن 2 اكس. هذا عباره عن حاصل ضرب اقترانين صح؟ هي الاقتران الاول وهي الاقتران مين الثاني. القاعده شو بتحكي لي؟ الاول مشتقة الثاني زائد الثاني مشتقة الاول. نيجي نحكي وين الاول؟ هي كما هو. القانون بيقول الاول كما هو ومشتقة الثاني. شو اخذنا مشتقة الهن؟ واحد على ما بداخل اللين في مشتقة ما بداخل اللين 2. عشان انا اشتق ما بداخل اللين عشان اشتق اللين لازم احدد شو ما بداخل اللين.
القانون مشتقة من لينك تيلي واحد على ما بداخل اللينك كما هو بقى كله زي ما هو بحطه هنا مضروب في مشتقة ما بداخلها اللي هي الاثنين اثنين اكس مشتقة اثنين زائد نوعين من القانون بيحكي لك الاقتران الثاني كما هو بدك تقول لين اثنين الاكس مضروب في مين في مشتقة الاول شو مشتقة اكس سالبية اثنين اكس هيكون مين المشتقة الأولى للإكس نيجي نشوف إيش في اختصارات عنها الاثنين راح تكون مع الاثنين واحدة من الإكس من المقام راح تكون مع واحدة من الإكس في البسط راح يضل عندي فقط إكس إكس مضروبة في واحد يعني إكس يعني هذا المقدار كله صار عندي بس إكس زائد اثنين إكس مضروبة في لين اثنين إكس يعني اثنين إكس لين الاثنين إكس واضح؟ نعيد تاني كيف صارت الجزئية هذه كلياتها إنها بس إكس لوحدها. الاثنين في البسط راح مع اثنين في المقام، واحدة من الإكس في المقام راح مع واحدة في الإكس في البسط ضلت عندي إكس مضروبة في واحد أعطتني مين إكس. أنا عندي اثنين إكس بضربها في بطلعها معاملها هان في لين اثنين إكس راح يعطيني اثنين إكس لين اثنين إكس. هذه مين؟ هذه المشتقة الأولى. عشان أجيب المشتقة الثانية هذه مشتقة عادي. تيجي إشارة الجمع بعد هيك بلاقي إنه هذا عبارة عن حاصل ضرب اقترانين بحدد إنه هذا الاقتران الأول وهذا الاقتران الثاني أجي أشتق هاي المشتقة الثانية للإكس شو مشتقة للإكس؟ واحد زائد حاصل ضرب الاقترانين بعد كل الأول كما هو شو مشتقة الاثنين إكس؟ كم هي عفوا أول كما هو بنزل أيوه مضروب في مشتقة الثاني شو مشتقة لين اثنين إكس؟ حكينا مشتقة لين واحد على ما بداخل اللين كما هو في مشتقة ما بداخل اللين اثنين القانون بيقول لي زائد الثاني كما هو أيوه لين اثنين إكس في مشتقة الأول شو مشتقة لين إكس؟ اثنين خلينا إذا في تبسيط البسيط هاي واحد زائد اثنين هتروح مع الاثنين والاكس راح تروح مع الاكس هيضل عندي اثنين مضروب في واحد اثنين زائد اثنين مضروبة في لين يعني بصير عندي اثنين لين اثنين الاكس واجي اجمع الواحد مع الاثنين راح يعطيني ثلاثة زائد اثنين لين اثنين الاكس هيك بنكون حصلنا على مين؟ على المشتقة الثانية لمين؟ لاكس تربيع مضروبة في لين اثنين الاكس خلينا ناخد السؤال اللي بعده لان الاكس على اكس تربيع بس اشوف الكاميرا بتشتغل ولا لا الحمد لله شغاله على فكره اليوم ناس اللي جايبه المايك جايبه جاب بس مش جايبه خلينا نسحن عشان ناخد السؤال رقم 10 السؤال رقم 10 عندي لين كثيرة الحدود ولكن اقتران نصف. أشوف كيف بدي أجيب المشتقة الثانية طبعاً نفس الشيء. اللهم إنه لازم أكون حافظ قوانين الحصر ضرب اقترانين والاشتقاق للاقتران النسبي وللوغاريتم وللين وللدوال المثلثية قبل ما أبدأ أشتق. ناخذ أف الإكس هي عبارة عن لين الإكس على إكس تربيع. حكينا دائماً بكتب على الجنب مشتقة الاقتران النسبي عندي المقام بيقول لي تربيع بعد المقام مشتقة البسط ناقص البسط مشتقة المقام واضح؟ وين المقام هيو والبسط هيو شو بيقول المشتقة الأولى؟ أول حاجة المقام تربيع وين المقام هيو؟ إكس تربيع بيقول لي يعملوا كمان تربيع بعد المقام كما هو هي الإكس تربيع كما هي في مين؟ مشتقة البسط شو مشتقة لين الإكس؟ واحد على ما بداخل اللين ومشتقة ما بداخل اللين مشتقة الإكس واحد لازم أنا أحدد مين ما بداخل اللين شو ما بداخل اللين؟ الإكس قانون مشتقة اللين كالتالي واحد على ما بداخل اللين كما هو في مشتقة ما بداخل اللين طيب نرجع لقانون الاقتران النسبي بنقول اللي فيه انا طارق يعني هذه كلها هي الجزئيه الاولى اللي احنا عملناها ناقص البسط كما هو هذا حدود البسط اللي هو لين الاكس احطه بقواس مضروب في مشتقه المقام
من المقام عندي اكس تربيع شو مشتقه؟ 2 اكس. خلصنا هذه مين المشتقه الاولى. قبل ما اشتق بدي اروح اشوف اذا في اختصارات اختصر عشان ابسطها، وبعد هيك ايش اشتق المشتقه. يعني اول حاجه المقام بده يصير اكس تربيع، اكس تربيع يعني اكس اس 4. بعد هيك الاكس هتروح من المقام مع وحده في البسط، حيضل عندي اكس مضروبه في الواحد، الواحد يعني اكس ناقص 2 اكس لين الاكس. هاي 2 اكس لين الاكس، هذه هي المشتقه الاولى. يعني المشتقه الاولى وصلت لكل يمين عباره عن اقتران نسبي، هاي المقام وهي البسط. شو مشتقته؟ اول حاجه عندي مين؟ المقام تربيع، يعني اكس اس 4 مرفوع لاس 2. بعد هيك القانون بيقول لي المقام، عفوا المقام ومشتقة البسط. وين المقام هي؟ اكس اس 4 مشتقة البسط. وين البسط؟ هذا هيك كله بسط. باجي اشتقه، شو مشتقة الاكس؟ 1 ناقص. شو مشتقة 2 اكس من الاكس؟ لما انا وصلت 2 اكس من الاكس هذه عبارة عن حاصل ضرب اقترانين، يعني هذا الاقتران الاول وهذا هيك الاقتران الثاني. شو مشتقة حاصل ضرب اقترانين؟ الأول مشتقة الثاني زائد الثاني مشتقة الأول، صح؟ بعد هيك نرجع نشتق، هاي مشتقة، أنا اشتقت الإكس واحد ناقص كم هي؟ هذه عبارة عن مشتقة الاقتران حاصل ضرب اقترانين. القانون بيقول الأول كما هو، من الأول؟ أنا حددت 2 إكس مضروب في مشتقة الثاني، الثاني عبارة عن لين. شو مشتقة اللين؟ واحد على ما بداخل اللين، في مشتقة ما بداخل اللين واحد، زائد القانون بيقول لي الثاني كما هو؟ في مشتقة الأول. شو مشتقة اللين؟ إكس 2. هذا كله مين؟ هذا كله إيش؟ جزئية الاشتقاق لهذه. وهذا كله مشتقة مين؟ البسط. أنا هذا كله المقام، هيو هذه هيك المقام، وهذه هيك كلها هيك مشتقة البسط، هي مشتقة البسط، وهذا مين؟ المقام. وين أنا؟ وهذا المقام تربيع، عشان أعرف أنا وين في المشتقة الاشتقاق وصل. عندي المقام تربيع للاشتقاق، بدي أشتق الجزئية هذه، صح؟ هي المقام تربيع المقام، بعد هيك بكون المقام هي كما هو في مشتقة البسط، هذا البسط كله أنا اشتقيته، وبعد هيك القانون شو بقول لي؟ ناقص البسط كما هو، وين البسط؟ هي هذا هيك كله بدي أنزله زي ما هو. أفتح أقواس، يفضل إني أفتح أقواس عشان في شرط ثاني. الإكس ناقص 2 إكس لين الإكس، هذا مين؟ البسط مضروب في مين؟ في مشتقة المقام. شو المقام؟ إكس أس 4، شو مشتقته؟ 4 إكس تربيع. بعد كده بتقصر الحدود ونكون خلصنا، على توصيل الحدود بتكون 2 إكس في الإكس راحت مع الإكس، ضل عندي 2 زائد 2 للإكس، يعني خلينا نكتبها إكس أس 4 مضروبة في 1 ناقص 2 طبعا على هيك زائد 2 لان الاكس ناقص اضرب هذيك 4 اكس تكعيب مضروبه في اكس ناقص 2 اكس لان الاكس على اكس 4 مرفوع لاس 2. انا تعبتها ضيع عنا سؤال، خلينا اشوف الساعه الاول. طيب خلينا نعمل السؤال بسرعة لأنه ما ضل معي وقت. خلينا ناخذ آخر سؤال اللي هو لين ساين الإكس كوزاين الإكس، يا رب ما يكونش طويل. عشان كمان ما أطول عليكم، ما حبيت أعمل المحاضرة هذه جزئيتين، خليت إنه الجزئية الثانية إن شاء الله تكون للاشتقاق الضمني، كيف أوجد المشتقة الثانية؟ مش هاخد فيها أسئلة، هاخد فيها بس سؤال.
قويين. عندي أبحث الإكس هي عبارة عن لين لمدة ساين، والله لا غير تعتبر أوجد بس مش أقل ساين بالإكس زائد كوزاين زائد كوزاين الإكس، لأنه لما أنا هأشتقها يطلع معايا اقتران نسبي، اقتران نسبي أرجع أشتقه مرة ثانية يعطيني اقتران نسبي وحصل ضرب اقترانين. نفس فكرة السؤال اللي قبل شوي كان دي المشتقة الأولى بالأول، هيك أنا مرة أجيب المشتقة الثانية أحيانا مش دائما. عشان أشتقها في عندي لين، شو مشتقة اللين؟ واحد على ما بداخل اللين، شو ما بداخل اللين؟ ساين الإكس زائد كوزاين الإكس. بقول شو مشتقته؟ واحد على ما بداخل اللين، في مشتقة ما بداخل اللين، شو مشتقة الساين؟ كوزاين الإكس زائد شو مشتقة الكوزاين؟ سالب ساين الإكس. يعني شو بدها تصير عندي؟ سالب ساين الإكس زائد كوزاين الإكس على ساين الإكس زائد كوزاين الإكس. هذا مين؟ هذه المشتقة الأولى. هذه هيك بدي أمسكها وأروح شو أعمل فيها؟ أجيب المشتقة الثانية إلى آية بي. المشتقة الثانية عشان أجيبها هذا يعتبر اقتران نسبي. عشان أجيب المشتقة الاقتران النسبي هذا يعتبر مقام وهذا يعتبر بسط. يلا خلينا نجيبها على السريع. هاي المشتقة الثانية للإكس. أول حاجة بقول بما إنها وصلت لاقتران نسبي، القانون بقول لي المقام تربيع بعدين المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام. وين المقام؟ ساين اكس زائد كوزاين اكس. اخذوا زي ما هو وقربوا ساين اكس زائد كوزاين الاكس الكل تربيع. بعدين بقول لي المقام كم هو؟ وين هو حيو؟ ساين اكس كوزاين اكس مضروب في مين؟ في مشتقة البسط. وين البسط؟ حيو. شو مشتقتها؟ شو مشتقة سالب ساين؟ هيا سالب. شو مشتقة الساين؟ كوزاين الاكس سالب. شو مشتقة الكوزاين؟ سالب ساين الإكس. طبعا هذا هيك مضروب في هذا الإيه؟ هذا عندي، هذا هو المقام وهذا مشتقة البسط. ناقص شو عندي في القانون؟ ناقص البسط كما هو هي سالب ساين الإكس في كوزاين الإكس في مين؟ في مشتقة المقام. خليني بس أمسح هيك مشتقة المقام عند البسط ولا المقام مشتقة البسط ناقص البسط مشتقة المقام. وين المقام؟ هي الساين. شو مشتقة الساين؟ كوزاين الإكس زائد شو مشتقة الكوزاين؟ المقام ساين الإكس زائد كوزاين الإكس زائد زائد يقول زائد سالب ساين زائد. شو كنا أنا بس أحط الجمع زائد أنا هيك زائد ساين الإكس هاي المقام ساين الإكس زائد كوزاين الإكس. بعدين هي مشتقة البسط سالب كما هي مشتقة الساين كوزاين زائد مشتقة الكوزاين سالب ساين سالب من قانون الاشتقاق النسبي. بعدين هذا البسط البسط كما هو أيوه هذا البسط خلينا نكتب عليه هذا بسط وهذا مشتقة المقام. ها نيجي للمقام شو مشتقة الساين كوزاين شو مشتقة الكوزاين سالب ساين الإكس. وهيك بنكون خلصنا المشتقة. طبعا خلينا نجمعهم حيصيروا عندي لو أنا بدي أضرب خليهم هيك أفضل. ليش؟ لو بدي أضربهم حيصير معي تربيعات إنه ساين زائد كوزاين بدي أضربه في سالب ساين في سالب كوزاين حتصير عندي هيك طويلة كثير. خليها إذا بدكم تبسطوها لازم تضربوا الحدود مع بعض. الحمد لله وصلنا لنهاية المحاضرة اليوم. إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا. أشوفكم في المحاضرة الجاية ويا رب ما تكونش الأسئلة طويلة. قبل ما أنسى راح أحط لكم رابط القناة وكل
محاضرات الاشتقاق راح احطها تحت. تقريبا وصلنا 31 محاضره بمحاضرات الاشتقاق فقط. طبعا قبل الاشتقاق كان في محاضرات كتير، هي ايجاد المعادلة الخط المستقيم، معادلة التربيع، حل المعادلة التربيعية بالقانون العام أو حل المعادلة التربيعية الدور الثانية. كان في عندنا كمان نهايات ودوال المثلثية كيف أوجدها، كثير 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 في محاضرات موجودة. وكمان في محاضرات على رياضيات الحاسب اللي هي الموجبات المنطقية، الدوائر، دائرة الدال، مثال الأور، كيف أعمي دوائر. معني المهم بتفوتوا على القناة، إذا بتفوتوا على القناة كم مرة أنا بدأي بتفوتوا على القناة للي حابب يشوف المواضيع الموجودة، لأنهم سألوني على مثلا اللي بيحضر محاضرة رقم 27 يقولي وين رابط محاضرة رقم 21. فوت على القناة نفسها، على رابط القناة فوق، لما أنت بتفوت على القناة في أكثر من أيقونة، في واحدة من الأيقونات مكتوب فيها اللي هي كل الفيديوهات، أو مكتوب فيها الفيديوهات، اضغط على الفيديوهات راح يجيب كل الفيديوهات اللي محملة على القناة. أوكي؟ لأنه كثير طلاب بيعطوني مثلا بدنا محاضرة رقم 20، بدنا محاضرة للمشتقة الأولى، بدنا محاضرة للجزء التربيعي، كلهم موجودين بالقناة مرقمين ومحطوطين. فإن شاء الله يا ربي تستفيدوا. سلام، باي.